تواصل اسرائيل عدوانها على قطاع غزه مستخدمه في ذلك اساليب مخالفه للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني لتحقيق اهداف عسكريه في منطقه مكتظه بالمدنيين. وفي سبيلها لنفي الاتهامات عنها، تحاول سلطات الاحتلال الاسرائيلي التنصل من مسؤوليتها كقوه قائمه بالاحتلال واتهام اطراف اخرى بالتسبب في الكارثه الانسانيه بقطاع غزه، فيما تقف مصر امام المحاولات الاسرائيليه لترويج مثل تلك الاكاذيب. شاهرا سلاح التجويع لا يزال الاحتلال الاسرائيلي مصرا على غلق المعابر خاصه رفح وكرم ابو سالم في اطار سياسه ممنهجه لكسر اراده الفلسطينيين مع تحويل قطاع غزه الى ارض محروقه يستحيل العيش فيها وهو ما يجعل التهجير قرارا قسريا او طوعيا لاكثر من مليوني شخص تلاعبا بالحقائق كعادته يلقي الاحتلال بمسؤوليه عدم نفاذ المساعدات على مصر والامم المتحده، لكن مصر بالمرصاد واقفه تفند هذه الاكاذيب، وخلال جلسه لمجلس الامن بشان رفح الفلسطينيه حمل مندوب مصر بالامم المتحده السفير اسامه عبد الخالق الاحتلال مسؤوليه عدم نفاذ المساعدات الى قطاع غزه، بلا هوادة او كلل ستعمل مصر لايجاد الوسائل لضمان النفاذ الامن والعاجل للمساعدة الإنسانية اتساقا مع واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق هو الأمر الآخر الذي أكد مندوب مصر الدائم عليه. لا يجب علينا استساغة المبررات الواهية للعملية العسكرية في رفح. أو الادعاءات الجوفاء التي تكررها سلطات سلطة الاحتلال عن الإجراءات التي اتخذتها للتخفيف من وطأة التداعيات الإنسانية. والتي ثبت مرارا عدم مصداقيتها فقد وصل الامر لحد المجاعه في غزه كما تخبرنا تقارير الامم المتحده. منددا تحدث رياض منصور مندوب فلسطين بالامم المتحده في الجلسه عينها مطالبا مجلس الامن باستخدام ادواته لوقف المجازر الاسرائيليه بحق الفلسطينيين. ستؤرق ضمير العالم لفتره طويله بعد نهايه هذه الاباده وهذه الاباده يجب ان تتوقف والان لقد تحدثنا مرارا وتكرارا وشعبنا لا يزال يقتل كل يوم ولذلك اود ان اقول ما يلي اليوم مليوني شخص فقدوا احباءهم خلال الاشهر السبعه الماضيه فقدوا أفراد عائلاتهم فقدوا أصدقاءهم فقدوا أعضاءهم فقدوا منازلهم وفقدوا مجتمعاتهم مدارس وجامعات ومستشفيات دمرت واهمة تظن نخبة المجتمع الدولي أو كما يطلقون عليها أن التاريخ سيمحو أو يتغاضى عن جرائم الاحتلال الموثقة بالصوت والصورة أو سينسى الازدواجية في التعامل فيما يحدث في غزة بل إن المجتمع الغربي تمادى ليوفر غطاء سياسيا وعسكريا لإسرائيل وهو ما اعتبره نظام نتنياهو ضوءا أخضر ليعيث فسادا في الأرض وحتى تتبدل الاحوال تبقى يوميات الفلسطيني اما باحثا عن مكان امن وهو حلم بعيد المنال او لقمه يسد بها رمق من تبقى من عائلته او اشلاء خيمه لا يكاد ينصبها حتى يلملمها مره اخرى كما يلملم جراحه